اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده، كنت جبت فيديو قبل كده معمل المختبر بتاع الفضاء. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه جامده جدا جدا جدا، هنزرع في السلايم النباتات الرهيبه قوي دي ونتفرج عليها. ايه ده، اول مره نعمل حاجه زي كده؟ ايوه دي تجربه جامده جدا. هنزرع السلايم، ماشي، هنزرع فيه نباتات في السلايم بتاعي الرهيب. ايه ده، واو، دي تجربه جامده قوي قوي. بصوا، اول حاجه المفروض ان دي الخطوات اللي احنا هنعملها، هوريكم بقى بالتفصيل هنعملها ازاي في الاخر، نوصل ان احنا نزرع النباتات في السلايم بتاعي بطريقه جامده قوي. واو، دي شكلها هتكون فعلا تجربه حلوه قوي. هوريكم بقى الخطوات اللي نقدر ان احنا ازاي نزرع النباتات في السلايم. اول حاجه ده المعمل بتاعي اللي هو اللي فيه المختبر. بعدين هنحط بقى وراه كده الستيكر بتاعت الاشكال اللي هي بتاعت عالم الفضاء، اوكي. بعدين هنحط بقى الكائنات الفضائيه اللي معايا. الله، بصوا ده اول واحد شكله جامد قوي، مطلع لسانه، وده واحد تاني برضو كائن فضائي، وده واحد تالت. دول بقى يساعدوني في التجربه الفصيله انا هعملها دلوقتي. اهو كده حطيت بقى التلاته اللي هما الكائنات الفضائيه بتوعي. بعدين هنجيب بقى الكفر ده ونحطه من فوق، اوكي. وبعدين ايه قدرت ان انا ايه هنقدر ان احنا نعمل دلوقتي بقى، هنجيب السلايم اول حاجه نعمله، بعد كده هنحط بقى فيه الايه بذور بتاعت النباتات. نفتح اول حاجه الكيس ده بقى اللي فيه السائل السلايم، هنحطه بقى كده. بعدين هنجيب بقى عليه ميه ونحط ايه 50 ملي ميه فوقيه، اوكي. كده حطينا بقى السلايم كله، وبعدين نحط بقى المية فوقيه كده. بعدين بعد ما خلصنا اهو نقلبه بقى كويس اهو. بعد كده بقى نحطه في المايكروويف، اوكي، شوية. بعدين هنجيب بقى كوبايتين ونقسم بقى فيه السلايم ده على كوبايتين، اوكي. طيب بعد ما حطناه في المايكروويف وحطناه بقى في الكوبايتين دول، هنجيب بقى في كبسولة دي هنفتحها بقى هنا، دي هتعمل لي سلايم الاولاني. نفتح بقى الكبسولة التانية في الكوباية التانية. اهو بصوا، ايه ده، واو، خليت لي السلايم كله لونه اخضر. تعالوا بقى نشوف الناحية التانية تعمل لي ايه. ايه ده، واو، خليت لي برضو السلايم كله لونه ايه اصفر. كده قدرت ان انا اعمل 2 سلايم شكلهم جامد جدا. هجيب بقى انبوبتين الاختبار، اقلبهم بس كده الاول كويس. بعدين هجيب بقى انبوبتين الاختبار واحط فيهم الايه السلايم ده، كده احط فيه البذور بتاع النباتات اللي انا عايزه ان انا ازرعها. احط بقى القطاره كده عليهم من فوق، اوكي. بصوا شكلهم، قدرت ان انا اصبهم لما استخدمت القطاره. ده بقى واحد لونه اخضر وواحد لونه اصفر زي ما معايا في الصوره بالظبط. الخطوه بقى التانية اللي فاضله لي ان انا اجيب البذور واحطهم جوه. واو، بصوا شكلهم لاصق ازاي، طبعا مش ماسك شويه بس هو لاصق خالص. وبعدين اجيب بقى البذور واحطها بقى فيه من جوه. الله، بصوا بقى دي الكيس بتاع البذور بتاعي في الكبسوله دي، هنفتحها بقى كده ونحط حبه هنا اهو. بصوا حطيت كده حبه، هتطلع لي بقى نباتات زي اللي معايا في الصوره بالظبط، وحبه الناحيه الثانيه. واو، دي شكلها هتكون فعلا تجربه حلوه. ونقفل بقى عليها بالغطا، وهجيب لكم بقى فيديوهات تانية نقدر ان احنا نتابع نشوف ايه اللي هيحصل في النباتات الفظيعه دي وازاي هتكبر بقى في السلايم. طبعا عشان النباتات دي محتاجه اكسجين وكل الحاجات دي، هنشوف نقدر ان احنا نعمل بيها ايه. واو، انا متحمسه جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا في الفيديو الفظيع ده، التجربه بتاعت الكوزموس الفظيعه قوي دي. تعالوا بقى نحطهم بقى في الاماكن بتاعتهم، واجيب لكم بقى فيديو تاني نتابع فيه ايه اللي هيحصل. اوكي، بعد ما خلصنا لونهم بقى كمان شفاف، نقدر ان احنا نشوف النباتات كويس. طبعا بقدر العاب الاطفال عشان نجيب لكم اللي هيحصل. بليز منسوش انتوا كمان تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. تعالوا شوفوني يا اصحابي، باي باي.